مرحبا، منطل عليكم بالحلقة الثانية من عهواكم، ومنتمنى انه تكونوا بلشتوا تنطرونا من اسبوع لاسبوع. يمكن تقولوا رانيا عمهلك شوي، بعدك بالحلقة الثانية، بس الحلم مش غلط، ولما بتشتغلوا من قلبكم شغلكم بيوصل لمطرح ما حلمتوا انه يوصل. فاذا وباختصار شديد، من ركائز كل عمل ناجح الحلم والعمل من القلب لتحقيق هالحلم. So keep dreaming. حلقة اليوم ما بتختلف عن الحلقة الأولى بغنيها، إنما بتختلف بإخبارها وضيوفها. والبداية مع أخبار عهواكم. خبرنا الأول عن الفنان سامي حواط يلي أعلن عن عدد من المشاريع يلي عم يشتغل عليها. أولا أسطوانة طرب مع والدته المطربة تيريز حواط، وكشف لصحيفة النهار إنه هالأسطوانة رح تتضمن أغنية طربية قديمة غنتها والدته عبر إذاعة صوت الشعب، وهالشي طبعا إلى جانب نشاطه بالمسرح الريفي وإعداد سداء جديد بيتضمن أعمال غنائية وموسيقية للأولاد. بالتوفيق الفنان سامي حواط ولوالدته. صرحت النجمة الذهبية نوال الزغبي انه من المستحيل ترجع لزوجها السابق، وانه حياتها حاليا مستقرة، وانه اولادها عايشين معها. وقالت ببرنامج الخزنة مع امير كرارة على قناة السي بي سي عن زوجها انه بي اولادها ولا ممكن انه تشوه صورته قدامهم حتى ما يكرهوه بعدين، والاحترام واجب. وبتتابع وبتقول اما بخصوص اموالي بحكم انه كان مدير اعمالي ما زعلت عليها لانه نصيبي هيك، ورح احاول ارجعها من شغلي واكيد رح بقدر. وقالت كمان أنا ماني مستحية من الناس لأني طلقت، بالعكس أنا راسي عالي وضميري مرتاح وما عندي شي خبيه أو استحي منه. وأوضحت أنه إذا لقيت أنه عملها رح يأثر على حياتها مع أولادها فكرمالهم هي مستعدة تفكر بالاعتزال. بعد غياب عم بيحضر الفنان مايز البياع ألبوم غنائي من 7 أغنيات بيتضمن أجمل ما غنى عمالقة الفن من كوكب الشرق أم كلثوم والفنان سعاد محمد، وصولة للعندليب الأسمر عبد الحليم حافظ بأسلوب غنائي خاص بمايز البياع. وقريبا جدا هالعمل رح بيصير بالأسواق، وخاصة أنه مرحلة تسجيل الموسيقى انتهت، وبيبقى أنه يحط مايز البياع صوته على الأغاني. والملفت أنه الأجواء والأسلوب هني أقرب للحفلات الغنائية الطربية ولكن داخل استوديو، وهالشي بإشراف الموزع عامر منصور. So welcome back مايز البياع. كشفت عارضة الأزياء العالمية نعومي كامبل عن التعاون الإنساني بينها وبين مجلة فوغ العالمية لتنظيم عرض أزياء خيري بعود ريعه لمكافحة مرض إيبولا يلي عم بيهدد العالم. هالشي من خلال جمع التبرعات وتعريف الناس بمخاطر هالفيروس القاتل. من جهة ثانية أعربت كامبل عن حزن العميق بعد رحيل المصمم العالمي أوسكار دي لارنتا بتغريدة عبر تويتر، قالت فيه رح بتكون دايما سيد الموضة، انت حولت الحلم لحقيقة. بعد ما أثر قلوب الشباب اللبناني والفرنسي بإطلالته ببرنامج The Voice بنسخته الفرنسية والحفلات اللي قدمها بلبنان وبعض الدول الفرنكفونية، بيطل هالمرة أنتومي توما من موريال ليلتقي جمهور كبير من الجالية اللبنانية والأجانب يلي كان عم بيتابعوه عبر الفضائيات. هالحفلة بنظمها الصندوق اللبناني الكندي، وهي مؤسسة خيرية غير سياسية وبتدعم الأولاد المعوقين من كل الطوائف بلبنان. هالحفلة رح بتكون ب 28 الثاني يلي رح بيعود ريعة لمؤسسات خيرية بلبنان، هي بيت الطفل اللبناني أفيل وإيراب وسيزوبيل. ومن المتوقع أنه يكون في حضور كتير كبير للشباب يلي شافوا بأنتوني تجديد لقصة نجاح اللبنانيين بالخارج. وكان توما فاجأ جمهوره الصيف الماضي لما قدم ديو مع إنريكي إيجليسيس بعد أقل من شهر على إطلاق أغنية الخاصة الأولى أنتوني We Are Proud Of You. عم يحاول فريق عمل مسلسل الشهرة ما يعطي أي تفاصيل إلى علاقة بالعمل، علماً أنه المقرر عرضه برمضان المقبل، بس الفنانة المصرية بشرة حكيت وكشفت عن دورها وقالت أنها بتلعب دور زوجة الفنان المصري عمر الدياب يلي هو بطل المسلسل. وأوضحت كمان أنها حالياً عم تخضع لجلسات عمل مكثفة مع عمر الدياب ومخرج العمل رامي إمام ليحطوا ملامح وتصورات لشخصية يلي راح يقدوها. فجود لك وكلنا ناطرين العمل. أعلن الفنان الفلسطيني نجم عرب آيدل محمد عساف لمجلة سيدتي أنه قصة حياته يلي رح بيتم نقلها للشاشة من خلال فيلم انتهى التحضير لإلها، وأوضح أنه القصة مكتوبة والموضوع صار جاهز،
بس بعد ما قرر لحد هلا اذا هو يلي رح يمثل فيه او لا، وقال انه حكي مخرج هندي كرمال زياره غزه ليتفرج على الاماكن يلي خلق فيها وعاش فيها طفولته، وقال انه يمكن يكون عنده دور بسيط ولكن ما بده يخاطر هالقد، وانه الامر بده تفكير كثير، ولكنه اكد انه القرار النهائي رح بيكون بالكم شهر يلي جايين. شو ما كان قرارك يا محمد بنتمنى لك كل التوفيق. ذكرت مجلة الشبكة أن العلاقة بين الفنان زياد الرحباني ومايا دياب بلشت تنتزع، وهالشي طبعا واضح من بعد يلي قام فيه زياد. فبعد ما نزلت مايا أغنية الديو مع زياد ما تسألني شو حاسس على الإذاعات، بيطلب زياد أنه تتوقف الأغنية وما بقى تنزع، وحسب المعلومات أنه يلي عمله زياد سببه أنه ما تقاضى أجرته المادية من هالأغنية، يعني مايا دياب ما دفعت له المستحقات المادية للأغنية. هالشي يلي بيعطيه الحق بالتصرف بالعمل مثل ما بحب باعتباره هو صاحب حقوق هالعمل. نوصل هلا لخبر رح يفرح كتار منكم، وهو توقيع الفنان رامي عياش عقد مع شركتي انتاج هني طايع انتربرايزز وامنمز لبطوله مسلسل من كتابه منى طايع، هو الاول يلي رح يطل فيه رامي تمثيليا، والمسلسل تاريخي بيعود لبيروت باربعينات القرن الماضي، رح بيكون من انتاجات الضخمه ورح بيشارك فيه ممثلين من لبنان والعالم العربي، وطبعا رح يعرض على قنوات عربيه عديده. بسياق اخر، كان رامي عياش احتفل وزوجته دليل بخطوبة النائب اللبناني غسان مخيبر من مارينا وكيم بأحد مطاعم ببيروت، ونشر صورة لإلهم عبر إنستغرام، ونحن رح نستغل الفرصة لنقول اثنين مبروك، الأول رامي على المسلسل والثاني للنائب مخيبر على الخطبة. كشف الممثل ومقدم البرامج وسام صباغ عن عودته للاو تي في عبر برنامجه يلي لقى نجاح كبير، برنامج خدني معك بموسم جديد، واشار وسام لادخال بعض التغيرات على السياق العام للبرنامج، ولكنه رح بحافظ بالوقت ذاته على الشكل العام والمألوف للبرنامج. سو ويلكم باك وسام. قررت شركة روتانا تطلق ألبوم النجم وائل كفوري بمطلع عام 2015 بعنوان وائل كفوري 2015، وبضم العمل 8 أغنيات لبنانية من بينها ضميرك مرتاح، الغرام المستحيل، كيفك يا وجعي، ما في لو، كل شي حوالي، على فكرة صار الحكي، يا بيكون، ويبدو انه رح بيصور احدى الاغنيات على طريقه الفيديو كليب مع مخرجه سبق وقدم اعمال ناجحه. مين هي هالمخرجه؟ ما قلنا الا ننطر لنعرف. anyway good luck وائل. مثل ما وعدناكم انه بكل حلقه عنا مشوار تنعرفكم على حدث فني عم بيصير. بالحلقه الاولى كان مشوارنا مع النجم وائل جسار والاعلاميه رابعه الزيات مع تلفزيون الجديد، ولكن اليوم مشوارنا لوين؟ خليكم معنا لتعرفوا بمشوار عهواكم. ما في مره بتخون في زلمه بيقصر بجرح قلب الحنون بأسرنا. أول شيء بدي وجه تحية للجديد ولهواكم، ونسيت كل لكم أنه ركبتونا. بدي أقولك أنه كلمة ما في مرة بتخون ما بدنا نوقف عندها، نحن عم نقول ما في مرة بتخون في زلمة بيقصر، يعني بدنا نكمل مش أنه بدنا نوقف عندها. الفكرة كانت هي من كلمات وألحان الشاعر فارس اسكندر أكيد المبدع، بوجه له تحية. توزيع عمر صباغ، غناء حضرتي. في زلمة بيقصر بجرح قلب الحنون وبيقول ما بيأثر. والله هلا ناطرين لنشوف شو صار الكليب، شو رح يكون، بدنا نشوف اذا الاغلبيه مع والله ضد، بدنا نشوف قديش الاراء رح تتفاوت، وعم نحضر كمان هلا شيء جديد انا والخي الاصلي فارس اسكندر. شوفي هو مش الجريء الاغنية، الجريء اللي احنا عم نعمله بالسر، هذا الجريء يعني اللي عم نقوله وعم نعمله بالغرف المسكره، هذا هو الجريء. هلا في تحضير لعمل كثير انا هلا فخور فيه، هذا العمل اللي هو من كلماتي والحان الفنان الكبير كاظم الساهر وغناء الفنان الحمزان واغنيه باللهجه اللبنانيه، يعني قيد التحضير وصلنا هلا بنص الطريق اذا بدك. ان شاء الله في عده تحضيرات اكيد، هلا نزل عدد من الكليبات، في عندنا ان شاء الله قريبا الفنان مروان الشامي، عنده تحضير مع الفنان الحمزان، وعندنا كم فنان جداد كمان بحب اقول انه عم نحضر لهم جديد، يعني هيك سوربرايزز رح يكون شوي. وفي عندي تحضير كمان مع فنانة بس
خليني شوي هيك اتريس شوي بالحديث عن الفن. ما في احلى من المشاوير خاصه لما بتكون فنيه. كثير من المواضيع والاخبار بانتظاركم. بريك قصير وبنرجع لكم. من بعد البريك الاول بحلقه اليوم رجعنا لنكمل سوا لقائنا معكم، وبذكركم انه بعد في كثير من الفقرات بانتظاركم. عودتكم شاشه هواكم على الموسيقى والكليبات المنوعه لكثيري، ولكن فقرتنا هلا كانه عم نقول فيها اهلا وسهلا الاغنيات الجديده اللي طلت هالاسبوع على شاشتنا ضمن فقره شو في على هواكم. وبغسل حنيت امي شالي دفينيك وبسهر لك ليل ورا ليل ورا ليل بنعس حتى غفيكي خايف سميكي عمري يطلع عمري قصير تشتاقي ودمعك يجري دمعك غالي كتير. أغنية حسين الديك خليني ببالك من إخراج أحمد المنجد. خليني ببالك كوني قطعة مني اللي بيعشق مثلك بعمره ما بيتاني عدي عايديك ليش وليش بلكي أنا ما بقدر عيش. أيضا كليب جديد لديانا حداد بعنوان حبيبي مصر. اللي بحبه أصلي وشغل ياني كمان أغنية ودي يا بحر للفايز عاصي حليلي ضمن رشاشة ناديسكي. ودي يا بحر ودي طولنا بغيبتنا ودي سلام البت جدي وللتوت اللي بحارتنا. في اغاني جديده بتطل عليكم على شاشتنا، في اغاني موجوده ولكن بتتسابق مع بعضها بهدف الوصول للمرتبه الاولى. الاغاني كتار ولكن لا شك انه بين كل هالكميه الاغاني التوب 10 هن الافضل ودائما بحسب اختياركم. اكثر 10 اغاني انتم طلبتوهن على هواكم مع توب 10 على هواكم. صافي يا حبيبي صافي صدق انك بيعني قصة كبيرة ومش لعبي انت بتعرف شو يعني. اما بالمرتبة التاسعة كانت الاسبوع الماضي بالمرتبة الخامسة اغنية ما في مرة بتخون لابراهيم سعيد. ما في مرة بتخون في زقلامي بيقصر بجرح قلب الحنون ما بيأثر. دخول أغنية جديدة لسباق الأغاني في المرتبة الثانية الأسبوع أغنية ودي يا بحر لفارس أغنية عربية. ودي يا بحر ودي طولنا بغيبتنا ودي سلام البت جدي وللتوت اللي بحارتنا. تراجع ولكن مرتبة وحدة بس من السادسة للسابعة أغنية كارول سميحة سهرانين. سهرانين والدنيا أحلى بوجودك معايا والليلة كل اللي فات مات ورايا. سادس مرتبة احتلتها أغنية دخلت جديد على التوقفين هي الفنانة ديانا حداد بعنوان حبيبي مصر. اللي بحبه أصلي وشغل ياني اللي بحبه أصلي عارف نفسه أصلي وتعب ياني أيوة حبيبي مصري. تقدم لأغنية تشغل رحني وغمق للجرح رسرس عجرحي ملح والله لو تذبح قلبي بدمع. رابع مرتبة بعد حجزها لنفسه من الأسبوع الماضي حسين الديك وأغنيته خليني ببالك. خليني ببالك كوني قطعة مني اللي بيعشق مثلك بعمره ما بيتني. لثلاث مرات الأول بعد أغنية الأسبوع الماضي نفسه ولكن عم تغير ترتيبهم. خلينا المرتبة الثالثة يلي احتلتها أغنية سوبر ستار رغم علامة أنا اسمي حبيبة أي بتراجع مرتبة واحدة عن الأسبوع الماضي. يلا يلا
انا اسمي حبيبه يلا من اليوم ده نصيبه يلا ده انا عمري ما اسيبك لا لا ولا ثانيه قولي يا اسوار وجمالك رجعت طبعا ميديا اذا ايجابي او سلبي، ولكن ما حدا بيختلف على قدرته على توصيل افكار واراء كنا نتعذب كثير لنقدر نوصلها او نعبر عنها، وهذا امر كثير طبيعي بعصر هالقد كل شيء فيه سريع. عن شو حكيت اكثر شيء سوشيال ميديا هالاسبوع ب.com عهواكم. بتويتر هالاسبوع احلام تنشر العلم الاماراتي وبتدعو المواطنين لدعم الحمله. نشرت مجله لها اليسا مع حبيبها المصمم الالماني فيليب كلين. ما في شيء مؤكد بس الاعلام عم يتداول هالشائعه. شريف منير عن خلافه مع شيرين يعلن عفى الله عنه. انغام بتتنازع عن نفقه متعه لاحمد عز رغم علامه عبر حسابه الخاص بينشر تغريده عن بيل جيتس وبارنوب العرب. كمان رغم علامه بغني وبيكتب شعر عن الجيش. احلام بتهدد مجله لها بمقاطعه على تغريده نشرتها ولكن المجله ما حد تغريده. كمان بنضل مع احلام يلي اعادت نشر تغريده تطلق عليها لاعب الملك. ايضا احلام تعزي اسر الشهداء في الاحساب سنه وشيعه بتغريده لين رد عليها بتغريده ثانيه انه الشهداء تطلق فقط على السنه. لترد عليه كمان احلام وتقول له الله هو يلي بقى. اكثر هاشتاج ترند هالاسبوع لا لانقاذ الجلسه اغاني ما بتموت اول حرف من اسمه ارفق وزير الثقافه. ستايل هواكم لهالاسبوع رح نطلعكن على كتير من الافكار اكيد ضرورية، ولكن وقت يلي بنحتاجها ما بتجي على راسنا. يمكن اشياء كتير صغيرة وبسيطة ولكن حاجتها هي الاهم وبتجي بوقتها دايما. مثلا كتار منا بيقفوا لدقايق طويلة الصبح قدام الخزانة بس عم يتفرجوا وضايعين شو بدهم يلبسوا او شو بدهم يلبقوا، وفكروا بهيدي النطرة شو ممكن تجر وراها من مشاكل كنتوا بغنى عنها، من الستريس البسيط لإمكانية توجيه انذار لإلكم من الشغل لأنه دايما في تأخير. لهيك كم نصيحة لنشوف كيف فينا نوفر وقت الصبح بتنقاية تيابنا. أول نصيحة وهي أهم نصيحة بالنسبة إلي هي انه نختار شو بدنا نلبس قبل ليله من عشيه، وحتى الصبايا تحضر الاكسسوار كمان. تاني نصيحه، دائما من بعد ما نلبس شو اخترنا فينا ناخذ سيلفي لحالنا مع تيابنا لانه هيك بصير فينا نشوف كل يوم شو لبسنا على مدار الاسبوع. فاذا شي نهار مش عارفين شو بدنا نلبس وما في افكار جديده بنرجع على الموبايل وبنشوف شو لبسنا من قبل وبنعيد اللوك مع تغير بسيط للاكسسوار. هلا خلينا نروح لنصيحة من نوع آخر ودايما بغرفة التياب، كيف فينا ننظم خزانتنا من جوا إن كان من تعليق أو رفوف. التعليق يلي هي السر وراء إنه تيابنا يكونوا مرتبين تاني نهار أي ما يكونوا مجعلكين، لهيك لازم ننتبه ونحن عم نشتري التعليق إنه يكونوا كلها من نفس النوع وبنفس الحجم وكمان تكون كلها خشب وما فيها شيء متحرك. كتير مهم كمان انه نخلي بكل تعليقه قطعه واحده مش اكثر، ووقت نضطر فيها نعمل شغله كتير بسيطه ولكن كتير مهمه لحاجتها مثل ما ذكرنا. فينا مثلا نجيب فتحه لسوفت درينك التنك ومنعلقها بالتعليقه الاولى مثل هيك، وهيك بصير عندنا مجال نعلق تعليقه ثانيه فيها. شغله ثانيه، اوقات كتير نتطلع بخزنتنا وما بنقشع كل شيء بوضوح، يمكن لكثره التياب حتى ما اقول لقله الترتيب. وشو الحل؟ واحد من الحلول انه نحط رزمات تياب رزمة على الرفوف بالخزانة لنوصلها بسرعة. نطوي كل القطع بنفس الوقت وبنفس الطوية وقد ما فينا نفس الالوان تكون مع بعضها. للصبايا فينا نستفيد من الكراتين الصغار ونحط فيهم الساك او حتى الكولونيت وبنكتب بورقة صغيرة على كل كرتونة شو في جواتها.
مكملين بفقرة ستايل عواكم واسيم على هون صبايا وحتى شباب عم بنقوا ما عم فينا نضعف. رح دلكم اليوم على خيارات بديلة تخفيف الوزن من دون دايت ثقيل وتعصيب مثلا. تجنب المشروبات الغازية قد ما فيكن، فيكن تستبدلوها بمشروبات فيها كمية أقل من السكر. تصوروا كمية المشروبات الغازية بتحتوي على حوالي 7 ملاعق سكر، فينا نستبدل هالشي بكبية ليمونادا يلي كمان بتحتوي على كمية 5 ملاعق سكر، ولكن البديل الأفضل والأفضل هو نص كبية ليمونادا لأنها بتحتوي على ملعقتين ونص سكر. وفينا نزيد فوق الليمونادا مي غازية مع قطعة حامض إضافية، وهيك بصير فيكم تستمتعوا بطعمة طيبة مع فايدة أكبر وضرر أقل. بتمنى تكونوا استفدتوا من هالكم معلومة صغيرة ولكن طبعاً مهمين كتير. بريك قصير وبنرجع فخليكم معنا. متابعين لقاءنا معكم ودايما على هواكم، من بعد ما فتحنا هوانا لارائكم الحره والشخصيه نتعبروا عنها ببرنامجنا، لقيت هالفقره استحسان وتشجيع من قبل الكل، ونحن كنا عارفين انه عبالكم تقولوا يلي بدكم اياه وبكل حريه. شو الاراء يلي سجلوها ميكرو وكاميرا على هواكم؟ منشوفهم بفقره رايك على هواكم. لا مش معك تكتاب وعجقة على الطريقة ولا شيء. شو همي بالحياة؟ يكون في مستقبل، يكون في شغل، يكون في معيشة حلوة. لا بشوف وفى عمي دعليني عليه. لا والله شو بدك أبدو عايشين كل يوم بيومه، اليوم نحن هون بكرة مش هون. لا الحمد لله إن شاء الله دايما الواحد بحط الأمل. الحمد لله الوضع بلبنان حسن، كل العالم تعرف اليوم سألنا كيف بعيشة عايشة عايشة أطفال سيئة ما يدري شو بهال سلامتك دوا كل شيء كل شيء بتشوفي مش منيح موجود تزعل لك تزعل أبدا يعني ماني متفاهم ماني متفاهم حكينا كثير قوي الحمد لله كل الدنيا جاهز لا شك انه هالاراء فيها كتير عفويه وهيدا جمالها واهميتها. خليكم منتبهين ومحضرين شو عبالكم تقولوا، ما بتعرفوا اي متى ميكرو عهواكم بلاقيكم بالشارع. شو الموضوع يلي رح يحكي فيه ضيفنا ريان؟ بنعرف بعد شوي. مثل ما عرفتوا مشاهدينا انه ضيفنا هو يلي رح يختم معنا الحلقه، وضيفنا اليوم هو ريان. اهلا وسهلا فيك ريان. بدك تسمح لي اقول عنك بالبدايه انك فنان مش نشيط، ونحن كثير اشتقنا لك. كاميرا على هواك بدايه ريان بهالفقره الناس بتعطي رايهم بموضوع معين بحبوا يحكوا فيه، تفضل خبرنا عن شيء خبريه او راي بتحب تحكي. يعني في كثير في عده مواضيع هلا اليوم مطروحه على الساحه، يمكن بس اهم هو الموضوع الامن اللي عم بيصير عندنا بلبنان، خاصه بهالمناسبه بدي اوجه تحيه كثير كبيره للجيش اللبناني اللي عم بيقدم تضحيات كثير كبيره بهذه الظروف الصعبه. يمكن هذا الموضوع اللي هلا اكثر شيء الناس عم تحكي عنه والناس مهتمه فيه والناس خايفه منه، بس اكيد نحن ثقتنا بالجيش كثير كبيره واكيد رح يكون النصر له ان شاء الله. هلا صحيح قلت عنك فنان مش نشيط، ولكن عرفت انك عم بتحضر لالبوم وسينجل اغنيه كمان، مع اي شركه انتاج عم تشتغل اليوم؟ خبرنا عن هالاغنيه. هلا يمكن الاتهام انه انا ماني نشيط، لا هذا الموضوع يعني ما كثير انا بوافق فيه او بوافق الناس فيه، لانه انا يمكن ابتعادي عن الفن عن الساحه الفنيه لفتره 3 سنين كان له اسبابه، يعني كان في عده اسباب، منها انه انا وشركه روتانا فسخنا العقد، وكمان السبب الثاني هو كان دراستي، يعني رجعت على الجامعه بال 2010 واهتميت بدراستي وتخرجت بماده الحقوق السنه الماضيه، نعم. وهلا رجعت يعني على الساحه الفنيه ب يعني صدر لي عملين هلا مع شركه جي اي بي،
هي شركة جديدة لبنانية أسمر برودكشن، وهلا عم نحضر الألبوم. وعرفنا انك عم تحضر اغنيه لتونس من الحانك وكلماتك وتوزيعك. صح. بطلت بحاجه لحدا؟ لا اكيد، بس انه هذه هي الغنيه طلعت مني. اكيد الانسان لحاله ما في يعمل كل شيء، انما هذه الغنيه هي وطنيه. هلا في مناسبه وطنيه بتونس، وانا تونس بلد كثير عزيز على قلبي، لانه فعلا تونس حاطتني كثير انا، وقال شيء واجباتي بحس انه يمكن انا لازم كرم هذا البلد باغنيه. اوكي، وفي اغنيه لتونس ولكن ايضا في اغنيه للبنان. نعم اكيد. وهي اغنيه بتقول عن تحكي عن هي عنوانها عم يبكي لبنان. هي كلماتي والحاني كمان، بس من توزيع نيكولا شبلي. عم تحكي شوي عن الوضع اللي عم بمر فيه لبنان. يعني ما لنا اكثر غنية فيها عنفوان، لا يمكن فيها وجع شوي، على عكس الاغاني الوطنيه اللي بتنزل. وهلا ان شاء الله اكيد رح تشوفوها عبر شاشتكم وعبر شاشه الجديد. وفي اغنيه كمان عم بتحضرها، اغنيه لبنانيه ارمنيه؟ لا هلا ما في هذا الموضوع مش مطروح حاليا، بس انما اكيد انا كوني بنتمي للطائفه الارمنيه اكيد يعني بيشرفني انه اقدم لهم يوم من الايام اغنيه اكيد. تحيه لكل الارمن. اكيد طبعا. ب 2015 وين رح تستقبل راس السنه؟ بتونس، رح كون بتونس ان شاء الله بالعاصمة، ومن بعدها ان شاء الله بفبراير بشباط رح نسافر على امريكا، وعندنا جولة تقريبا لمدة شهرين بامريكا ان شاء الله بعدة ولايات. طب باعتراف الكل انه التريو ما كان ناجح، شو السبب؟ بعتقد انه يمكن اكيد مع احترامي. هي كانت كنت الى جانب ايمن زبيب وزين عمر. ما بعرف، يمكن اكيد بوجه تحيه لزين ولايمن، واكيد هن فنانين كبار ومحبوبين وموجودين اليوم، اكيد بوجه تحيه. انما يمكن التسويق ما كان صح، او الفكره ما وصلت للناس بشكل صح، او ما كان في كيمستري يمكن بين الفنانين الثلاثه الموجودين. اكيد في كل عمل ما بينجح في سبب انه ما بينجح، فيمكن هذه كانت تجربه بالحياه، في تجارب بتكون ناجحه وفي تجارب ما بتكون ناجحه. طب اذا حبيت تجرب ديو، مين بتنقي شخص يكون نسائي يغني معك كصوت نسائي؟ يعني انا اكيد هلا حاليا طبعا هذا الموضوع مش مطروح، يعني انما اكيد انا على طول بكررها وبكل مقابلات انه طبعا اذا بحب غني الى جانب صوت انا بحبه كثير هو صوت الست نجوى كرم. وجهه تحيه. اكيد طبعا. ريان قلبك ما عم يدق بهالايام، بس بدنا نذكر المشاهدين انه ريان بفيق كل يوم الساعه 6 الصبح، ما عدا اليوم ما بيسهر بالليل، ما عدا اليوم مع حزنا ما بعرف ليه. لا هلا حاليا ما في شيء. ما في شيء. ما في شيء. ريان رح اسالك اسئله سريعه ومن بعدها بنختم حلقتنا. أكثر كلمة بتحب تسمعها؟ نعم. أجمل ذكرى من الماضي؟ وقتها نزلت أول غنية لألي. أحلى تمني للمستقبل؟ الصحة. طب ريان أكيد ما حنخليك تفل من عنا إلا منسمع أغنية منك. يا حكي وعيني سحرت ناداني، أخذني ليك حبي وحناني، أنت الأمان وكل الحنان، حياتي أنت وأحلى زماني، ياما ياما الليل طول وأنت ببالي على طول، بخيالي بشوفك جاي بعيونك أحلى حكاية، يا عيوني لا ما تنامي ضلي سهراني، حكي وعيني سحرك ناداني، أخدني لي حبي وحناني، أنت الأمان كل الحنان، حياتي انت واحلى زماني. الله.
ميرسي لك. ميرسي لكم. آه ريان بدوري رح اختم معك انا هلا واتمني لك المزيد المزيد من التألق والنجاح. وحضرتك مش بس فنان مميز ولكن مميز باخلاقك العالية وبقانون برنامجنا كل فنان بيختم على طريقته الخاصة. تفضل اختم الحلقة على طريقتك. اكيد اتمنى تكونوا استمتعتوا بحلقتنا اليوم بكل المواضيع كانت موجودة فيها. اكيد رح يكون في لقاء اخر انطرونا معكم ريان. ثانك يو ميرسي لك. شكرا. مع ختام ريان ان شاء الله تكون الحلقه عهواكم. باي باي. عهواكم. 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 عهواكم.